اي صفه بتدخل لهون انت؟ انا اسف يا سيدي بس كان في شيء مهم لازم اقول له اياه. بتقول لي اياه لي وانا بوجه له اياك. وصلنا على هي المدينه، شو ناويين نعمل؟ شايفه ما احلاها حتى ليك البنات بالسيارات قد حلوين. يا جماعة ما بتصدقوا قديش بشع أكله وطريقة أكله، شو بشع؟ قاعد عم يأكل يغمس هيك بأصابيعه العشرة بالصحن. ياه يد حكى معي وقال لي مشان فصلتين الأجارة دولة بعد ترجيع الوحدة ولبسة. مرحبا يا أهلين، كيفكم؟ شكرا كثير منيح وانت عم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد بسلسلة حياة الأميرة. اليوم عنا مغامرة كتير حلوة، فقبل ما نبلش هذا الفيديو ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا تحت بالقناة وبس تشكروا عندي بالإنستغرام لأنه أنا وصلت 500,000 مشترك على الإنستغرام. شكرا كتير لكم يا جماعة، بحبكم قد الدنيا وبس بروح اشتركوا كمان بالإنستغرام بتفرحوني كتير وبس. خلونا هلأ نروح للفيديو. وأنا برجع وبقول لك يا أنا باخدك يا أما الله بياخدك، وهلأ حاخطفك وامشي. امشي معي لشوف. امشي معي. ما حدا حيحميكي مني، حتى ابوكي ما حيحميكي مني، انا بحبك يا ريما. لك انت شو بدك مني؟ حل عني بقى، حل عني عم اقول لك، العمى لحقني بكل مكان، شو بدك مني؟ اشرح لي، ليش فت على اوضتي هلا؟ قلت لك انه انا بحبك وبدي احميكي، وهذا الشخص اللي انت بدك تتجوزيه هو شخص سيء، وانت ما بصير تتجوزيه وتكوني معه. ليش لحتى ما اتجوز وكون معه؟ بابا اختار لي اياه وقال لي اختار من هدول الثلاثة وانا اخترت هذا الشخص، معناها هو منيح. على اي اساس انت عم تحكي هذا الحكي؟ لانه هذا الشخص انا بعرفه كثير منيح وبعرف اهله، هن ناس سيئين وانت لازم تنتبهي لهذا الشيء منيح. انت بتعرف انه ما بصير تحكي على العالم صح؟ بتعرف انه الله بيعاقبك عندكم هون؟ بابا انت شو عم تعمل هون بالغرفة عند بنتي؟ انا اسف يا سيدي بس انا اجيت لحتى انبهها على شغلة. بس يا بابا هو فات على غرفتي، فات على غرفتي وانا قاعدة، تخيل. بأي صفة بتدخل لهون انت؟ انا اسف يا سيدي بس كان في شيء مهم لازم اقول له اياه. بتقول لي اياه لي وانا بوجه له اياه. حاضر. ما عندك الحق ابدا تدخل لهون، تفضل اطلع لبرا. يلا اسمعني شو قال لك بابا، اطلع لبرا. عن جد بابا انه قليل ذوق، كيف فات هيك على الاوضه؟ قال شو بلش يخبص؟ ها؟ شو كان بده؟ ليش دخل لعندك؟ والله يا بابا قال اجى قال لي انه قال العريس اللي انا مختارته ماله منيح وقال هو بيعرف اهله ومدري شو، تخيل. مين هو لحتى يحكي هذا الحكي معي؟ والله ما بعرف يا بابا. لعمه شو قليل ذوق، والله شفتنا فتنا كنا عم نتخانق، شكرا انك اجيت. انا راح اتصرف معه. ماشي حبيبي يلا انا راح نام، تصبح على خير. وانت بخير. الحمد لله يا ربي. النعس النعس. صباح الخير. ياي بسم الله يا ربي، انا دائما بقوم هيك شعراتي منكوشين، مو طبيعي الوضع. تخيلوا قال انا هلا خطبه وعريسي يشوفني بهذا المنظر، لازم على السريع اطلع واخذ حمام. يا مامي طب ما انا والله مسبلتهم وعاملتهم عشان ما ينكشوا، كل ما ناموا بينكشوا. مين يا جماعه شعرات شعرات مثل شعراتي وبينكشوا؟ هاي بابا. اهلين بابا. بتعرفي شو؟ والله كنت عم فكر بحكي هذا الحارس، معقول يكون الشاب مو منيح؟ اوف يعني مين قصدك؟ قصدك اللي انا هلا نقيته يا بابا؟ ايه ما بعرف يعني هلا، بس هو يعني شو مصلحته يحكي هذا الحكي؟ ما انا يعني انا بعرفه بشكل عام انه هو تاجر كبير، بس اخلاقه وشخصيته واهله انا ما بعرفهم. طيب يا بابا انا عندي خطه، بما انه هذا الحكي شيء صحيح او ممكن يكون معه حق هذا الشاب، خليني انا ضلني اتعرف على هذا الشاب، واذا طلع منيح فنحن بيكون كسبنا، واذا طلع سيء فنحن بنقلعه وانت بتنفيه يا بابا، وبيكون حكي الحارس معه حق، بس بلا ما نظلم الحارس وبلا ما نظلم الشاب، شو رايك؟ انا برايي ابعت معك حارس يكون دائما قريب منك. هو نفسه؟ طيب اوكي. اي نفسه. خلاص ماشي، هو بصير بيراقب لي الوضع. ماشي يا بابا، لكن شعراتي منكوشين لازم روح لحقنا قبل ما يجي العريس، لانه هو قال لي انه رح يجي اليوم. ماشي؟ ماشي يلا. ماما انا كثير اسفه، انا ماما. اهلين اهلين يا ماسيتا، كيفك؟ ماما انا اسفه، انا كنت عم بلعب اغراض حقتك ماما. لا تخافي ولا تاكلي هم، انا اليوم كثير رايقه، فيكي تعملي اللي بدك اياه، بس ما تلمسي لي الميك اب وفراشي تبعي، اوكي؟ فايتة اتحمم المي سخنه. ايه ماما، مي فاتره ماما. طيب ليكي بس يجي العريس ناديني ماشي، لانه هو قال لي انه رح يجي اليوم، واعملي لنا غدا مرتب هيك على كيف كيفك، وطلعي لي الفستان مدام. وطلعي لي الفستان تبعي حضر الزهر. حضر مدام. ايه الفستان الزهر تبعي مغسول ومكوي مو؟ حضر مدام. ايه مكوي.
طيب حبيبتي يلا رح روح مدام قليلي ما لي اسألك سؤال حتى شوي غليظ تفضلي مدام العريس هلو ايه انا ما في معلوم انا ما شفت عريس ما في معلوم؟ ايه لا حبيبتي العريس كتير حلو بياخد العقل وهو تاجر كبير هيك قال لي بابا واو شفتي؟ مدام مدام انا عريس حقتي كان يشتغل هرامي هرامي؟ اوف هرامي كتير كبير ايه وليش ضليتك معه لهلأ جوزتي؟ ما ضليت معه طلقته طلقتي برافو عليكي برافو يلا روح اتحمم لا تلهيني ليكي مدام 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 شفي شو؟ شو اسمه العريس؟ شو اسمه العريس؟ شو بدك بالعريس انت مو مرتحت لك انا بدك شكله بدك اسمه شو؟ لا 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 مدام لا مدام ما في شيء من هاد مدام هاد. شو اسمه العريس بس؟ ما حقول لك شو اسمه العريس يلا باي عن جد شو غليظة ما توقعتها هالقد انا ما في غير عم تحكي وتحكي في لنا بهذا الموضوع ريحة الشامبو شو حلوة شو حلوة يلا يلا يا رمرم بالليفة بالليفة يلا افرك بالليفة افرك بالليفة افرك بالليفة يلا نشف شعرات نشف شعرات نشف شعرات خلص خلص وين العطورة تبعي اوه ليكن كمان الروز شوي اي مدام مدام طلعت نظيفة وريحتي بتاخد العقل تفضلي مدام مدام عريس برا في منتظرك عريس برا حلو هلا حتى تعتر رح تطلع ريحتي فواحة فواحة طيب حبيبتي يلا يلا انا جاي جاي فيني اطلع لبرا صح ليكي شو حضرتي الغداء مسيتا نو مدام ليش نو؟ هلا حاكي الشيف هلا حاكي بسرعة اجى العريس شو ناطرك؟ حاضر مدام يلا يلا بسرعة هاي في هالسريع وينو العريس؟ الله يستر طالع حلوة مزبطة حالي وينو؟ ليكو ناطرني رح امشي مثل الليدي شوي 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 ولا كأني مستعجلة مرحبا مرحبا كيفك؟ أنا منيحة كيفك أنت؟ كتير بشتاق لك أنا كأنه في ريحة في ريحة غريبة الشيف جاب أكل أو شي شغلة ما بعرف ما شفته ولا لا تكون هاي الريحة الغريبة من الشيف نفسه الله يستر له إن شاء الله شو يا أستاذ شو بدنا نعمل هلأ بدنا نفطر صح؟ لا بدنا نطلع بدي أخذك أحلى جولة الصبح والله لوين؟ جولة بالمدينة اوكي انا موافقه بس يعني بناخذ هنيك كرواسان وهي الشغلات اكيد في هنيك مطعم كتير ظريف نقعد فيه انا وياكي ماشي اوكي يلا تعال يلا غريب الريحه عم تنتقل معي وين مالي ماشيه غريب ما شكله بالقصر في ريحه غريبه لازم اخبر المسيطه لحتى تعمل ريحه القصر تحمل بخور شوي يلا تعال هلا بنطلع بالعربيه تبعت ابوكي بسيارة بابا ليش؟ انت ما عندك سيارة؟ انا عندي بس خربانة مو شغالة يعني خربانة مو شغالة؟ مو انت تاجر وفيك تبدل السيارة طيب بما انه خربانة؟ المشكلة الكراج تبعي اللي فيه سياراتي كان مقفول والمفتاح مو معي مفتاح مو معك؟ طيب ما علينا وين بدنا نروح هلا؟ بدي اخذك على احلى مكان بالمدينه واو طيب يلا خدني يلا وصلنا على هي المدينه شو ناويين نعمل شايفه ما احلاها حتى ليك البنات بالسيارات قد حلوين راح ما ردت شو هالحركه هي اللي عملتها عن جد يعني بالشوم عليك كيف هيك بتقرب على بنات العالم؟ انا بس سلمت عليها عادي يعني عن جد يعني بالشوم عليك انا ما توقعت هذا الشيء ابدا بلا الحارس شو عم يعمل هو؟ وين بتحبي تروحي؟ وشو حلوة هالبنت؟ وين بتحبي تروحي هلا؟ يخرب بيتك من حالك عن جد انك ولا ذوقك يا بني ادم انا واقفة معك عيب عليك يعني عن جد عيب يعني بدك ما تزعلي يعني بدي فترة لأتعود يعني انا متعود دائما هيك اعمل لك شغلات طيب تفضل انا بدي افطر وين بدك تاخذنا نفطر؟ في هو المطعم في مطعم هون كثير كثير كويس تعالي نروح عليه اوكي تفضل يا الله انا عن جد اتضايقت ما توقعت انه يعمل هذا الشيء يا ربي تفضلي لك ايه بس انا يعني تعبت بالمشي يعني عن جد وين سيارتك كثير غريبه هو حلو هالمطعم نقعد هون تعالي إيه. هون اوكي شو بدنا ناكل في احد جنبك ايه اكيد شو حابه تاكلي شو حابه اكل بدي دبوله مطلب ليل مسيو شو بتحبوا تاكلوا اليوم
ها أهلين، أنا بدي لعند عندكم سموزي فريز. سموزي فريز بتحبوا تاكلوا كمان ما قدام سموزي فريز إيطاليانو سباغيتي بيتزا. أنا كمان بدي من هذا سوزي اللي حكيت عنه. شو سوزي ما سوزي سموزي اسمه بلي عليه. لو سمحت أنا كمان بدي تبولة وبابا غنوج ومحمرة وكمان بدي سباغيتي بوليزي. سباغيتي إيطاليانو. كل هذا بدك تاكلي بدك تصيري قد البقرة. نعم؟ ليش هيك عم تحكي معي بدل ما تقلي صحتين على قلبك؟ عن جد شو جفس؟ امزح. طيب شو بتحبوا نزلكم أبادايزرز؟ شو هذا أبادايزر؟ شو هذا؟ مقبلات جبني العريس أبدا كثير غريب من أطوالي يا جماعة. جبلي ما بعرف أي شيء. خلص شكرا لك اللي أنا طلبته بكفي وزيادة كلك ذوق. أهلا وسهلا شرفتوا. يا قرصون لو سمحت. مسيو بعد إذنك يعني البنت طلبت كتير أكل وأنا أصلاً ما معي مصاري، فيعني بعد ما نروح أنا برجع أجيب لك المصاري. ماشي؟ شو عم تحكي أنت؟ بليز ماشي مطعم. بليز ماشي ما بدنا نتبهدل قدامك. الله يوفقك. خلاص بجيب لك المصاري بس هالمرة. خلاص أنا حلو بناكل وبروح أنا بجيب لك المصاري اللي هي بتم عندك. مسيو قلب كبير. خلص ما روح حجب لكم الأكل. شكرا. يا على هالعلقة اللي أنا علقتها. ايه كنت بس هيك عم وصي على الاكل يسوي لنا اياه، هيك شيء كثير محترم. وكذاب كمان، يخرب بيته وكذاب فوق منه. عن جد مالي عرفانه شو اعمل. ايه طيب ماشي اوكي خلص مثل ما بدك. احكي لي عنك، دخلك انت يعني عندك رفقات؟ يعني اهلك كيف؟ اول شغله بدي اعملها، انت شو برجك؟ انا برجي ما بعرف. شلون يعني ما بتعرف شو برجك؟ ايه ما دخلت. شو يعني أبراج؟ أي خلص لا أول شيء خلص انسى الموضوع. استغفر الله العظيم إذا أبراج ما بيعرف. كيف إن شاء الله عجبك الأكل؟ شكراً كتير يسلم إيديك، الأكل كتير طيب والمطعم كتير حلو كتير مزوق بتنقايته. صح بس أنا تأخر الوقت وصار لازم أرجع على البيت، فيك توصلني بعد إذنك؟ لا استني شوي، أنا بس بدي أطلع أحكي مكالمة سريعة وبرجع. ما بدك تطلب الحساب؟ نو أوكي طلبت الحساب ناديت له. اوكي دقيقتين وبرجع ما بتاخر. اوكي اوف يا جماعه ما بتصدقوا قديش بشع اكله وطريقه اكله، شو بشعه. قاعد عم ياكل يغمس هيك باصابيعه العشره بالصحن، يا ولا هو وقت اللي كان عم يعلق الموزه ولا وقت اللي كان عم يعلق الخس فاتح تمه بطريقه، يا قرفت عيشتي. يا ربي عن جد كيف اخترته انا هيك؟ حاسسني قلبي انه ماله مزبوط، ما عجبني. يا الله كثير حدا فولجير. 15 minutes later. هف يا الله شو قلنا بلا ذوق، كيف هيك ترك البنت لحالها كل هالوقت؟ كثير تاخر، وينه هذا؟ اوف يا صار وشي اسود بين العالم. قال قاعده ما عم بعمل شيء. اهلين انت شو عم تعمل؟ انت لا على فكره انا شفتك كنت لحقنا انت كل الوقت. انا لحقك لحتى دير بالي عليكي، انت ليش قاعده لحالك هون؟ هو راح اساس انه بده يحكي تليفونه، انا ناطرته ما بعرف وين راح. انت مين بعتك؟ بابا بعتك؟ ايه ابوك قال لي انه انا ضل معك وانتبه عليكي، انا هلا طلعت لبرا وما لقيته موجود. كيف يعني هيك بيتكك وبيمشي؟ ايه بس هو قال لي انه رح يحكي تليفون وراجع. هو ما انا موجود برا، وانت لحالك قاعده هون صار لك نص ساعه. طب شو اعمل؟ هو طلب الحساب وعم يجي الجرسون كذا مره لعندي يسال الحساب وانا عم اقول له هلا بيجي الشاب وبيحاسب. يخرب بيته من حاله، معقول يكون هرب مشان ما يدفع الحساب؟ انا نبهتك علي لهذا الشاب انه هو سيء وانت ما سمعتي مني. روحي انت، انا هلا بدفع الحساب وبلحقك على البيت. طيب اوكي ماشي سلم ايديك، عن جد شكرا وانا اسفه اني اسأت الظن لك، ما كان قصدي ابدا، انا كثير بعتذر منك يا استاذ. ووعد بس ارجع على البيت رح خبر بابا بكل شيء. شكرا. شكرا كثير لانك وصلتني على البيت، عن جد كلك ذوق. أنا هلا رح خبر بابا بكل شي صار. لازم تقلي له بكل شي صار بالحرف. هو هيك هي لك عم استناكي، تعالي. بابا أهلين يا بنتي، كيفك حبيبي؟ كيف كانت طلعة؟ إن شاء الله انبسطتوا. والله يا بابا ما كتير انبسطنا، تخيل شو صار.
بابا أخذ السيارة تبعك لحتى يوصلني لهنيك، قال لأن هو سيارته بالتصليح. أوكي بلعناها، وصلنا على هالمطعم يا بابا أكله بيقرب كتير، حدا مقلعت وكتير مبين فولجير. وبعدين وقت اللي إجا الحساب عمل حاله أنه بده يروح يحكي تليفون وما دفع، وهو الحارس اللي دفع. تخيل كل هذا صار؟ إيه والله يا بابا تخيل قديش شرشوح ونوري، أنا عن جد مالي مصدقة. والله معناتها كان شكنا كان بمكانه. اي والله شاب مو منيح. اي والله اي والله يا بابا، انا راح اطلع شوي وارتاح لفوق. ماشي ماشي اطلعي ارتاحي، انا بشوف كيف حل الموضوع. ماشي حبيبي، تصبحي على خير. شكرا لك كثير عن جد، انت شاب شهم وما في منك، كلك ذوق. عفوا عفوا سيدي، شو ساوي هلا؟ انا هلا لازم نحن نحل هذا الموضوع، تعال معي. لازم اطلع على الاوضه، كيف ما انتبهت انه الشاب مريض نفسي هالقد؟ كان لازم اعرف واحذر من اول تصرفات له. قال شو بيعمل حاله عم يحكي على التليفون؟ عن جد يا عيب الشوم يا عيب الشوم، انا اميره واتعامل هي المعامله، يا عيب الشوم عليه. صباح الخير يا يا بابي، رجعوا نكسوا شعراتي. صباح الخير يا جماعه، واخيرا نمت منيح، لي فتره ما عم بقدر نام منيح. لا اطلع لبرا، بدي فوت على الحمام حعملها تحتي. انت ريما، انت شو عم تعمل هون؟ انا كتير اسف، في انا مبارح. انت كيف بتتركني مبارح هيك اساسا؟ اسمعي اسمعي بالاول، شو صار معي؟ شو صار معك يعني؟ انا كنت تذكري لما قلتي لي بدك تجيب لي الماس، قلت لك لا رح اعمل لك بيت من الالماس. ايه بعد ما طلعت اتصلوا فيني وقالوا لي لازم اجي شيك على البيت بسرعه، لانه تقريبا البيت جهز من الالماس، وانا حتى اصلا جايب لك الماسه كنت حاططها برا على الطاوله بس انت ما انتبهتي عليها. شو الماسه برا على الطاوله وبيت الماس؟ برا بيت الالماس جاهز، وما بقينا الا اني نروح نختار فستان العرس، راح نروح على افخم مكان بالمدينه كلها. عن جد شكرا كثير. انا كثير بس وين الالماسه اللي حطيت لي اياها على الطاوله؟ تعالي معي تعالي، يلا يلا جاي معك جاي. ليك هون، وينه؟ ليك هون. واو ليك كيف عم تضوي، هي 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 من افخم انواع الالماس. واو عن جد شكرا كثير لك، انا كثير مبسوطه. طيب نحن نروح ننقي الفستان هلا. طيب ليك بتستناني شوي بس، رح روح اخذ دش وارجع. ايه يلا عسرين، على هي الطاوله ما بتاخر عليه. اوكي اوكي ما رح اتاخر. يلا عم استناكي. واو عن جد، واخيرا لبست لي كل لبس اليوم اللي لبسته اليوم. رح اروح يا جماعه واختار فستان عرسي، يا الله شو مبسوطه ما بتصدقوا قديش. رح اروح هلا على السريع. يلا يا رمرو عالسريع عالسريع، فستان العرس هذا اسعد يوم بحياتي. وينو شريف؟ شريف يا شريف، هي انا هون قاعد محل ما كنا. وين انت؟ ليكني تحت، انزل ناطرتك. يلا نازل. اوه يا الله ماني مصدقه ماني مصدقه، وينو بابا؟ بابا يا بابا، ها شكله طلع. طيب يلا شو نروح؟ يلا عالسريع عالسريع، عم يستنونا. يلا يلا بسرعه يا ربي. بس انت قلت لي هذا افخم محل صح؟ ايه يا اغلى فستان عرس ما حدا لبس منه بالتاريخ. يا شو مبسوطه يا الله. يلا على السريع، متشوقه كثير لشوف الفساتين. يا الله كثير بحب الفساتين. بتعرفي شو نسيت جيب سيارتي، تعالي نطلع بسياره البابا. طب ثاني مره، يلا يلا بابي، المهم نروح نقي فستان. يلا يلا هف يا رب. تعالي تعالي يلا، وين نوصل؟ وين مطر الدنيا كلياتها؟ وين بدنا نروح؟ وين كان هذا محل رفيقي بيع برخيص؟ وين كان؟ شو قلت؟ لا لا ولا شيء. هي ليك ليك ليك، تعالي تعالي تعالي. مرحبا يا انسي. مساء الخير. اهلين مساء الخير. محسن حكى معي ما وخلصنا. اكيد حكى معي وقال لي مشان فساتين الايجار هدول تبعت ترجيع على الوحده. ايه ماتموزيل كلياتهم موجودين فوق، اذا حبت تطلعي تبلشي بالقياس. سمعت فساتين أجار أو شي شغلة؟ إذا حبت لا شي تاني شي تاني. الفساتين اللي فوق كتير كتير واو، يعني ما بتتوقع قديش حلوين يعني، غير كل المحلات اللي شفتيهم. طيب طيب رح تفضلي. يلا ريما طلعي قيسي، أنا مستنى. يلا يلا رح قيس هون. هاي الكنباية هون لقيس. طيب يلا رح قيس فستان. ليكي بدي شي باللون الزهري. فستان عرس باللون الزهري، ذوق غريب شوي. طيب ما في مشكلة، عنا كل شي بدك اياه. اوكي ماشي رح بدل انا. واو قست الفستان، يا شو حلو. بس خلصتي؟
بس واو كثير كثير. على فكره انت الزبونه الوحيده يلي اللي بقلا. تعالي تعالي نفرجي يعني لخطيبك. ايه بس انا كان بدي ما تجيبي ما تجيبي سيرة ان هذا ارخص فستان لان هذا اغلى شيء. اوكي اكيد طبعا طبعا يا يمه. شو هالحيوان هذا؟ فكرني ما عم يلبو لك العم يلبو. شو بالاخلاق طالعه كثير حلوه. ايه بس انا كان بدي فستان لونه زهر. ليش عطيني ازرق؟ لانه هاد فريد من نوعه. على فكرة يا ريما هذا أغلى فستان موجود بالعالم. لك شو أغلى فستان موجود صح بالعالم؟ صح صح. وعلى فكرة قلت لك هذا قطعة واحدة موجودة منه، يعني ما رح يكون في عروس مثلك تلبس منه أبدا. إيه بس أنا بدي إياه زهر. ليش جايبين لي إياه أزرق؟ إيه لأنه هذا الفستان مصنوع من الألماس والألماس لونه أزرق. إيه. صح 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 كلامك جدا جدا مزبوط. والحجار العقيق والكل شيء غالي بيكون أزرق. صح صح. ايه بس بتحبي طيب تشوفي شي تاني؟ بس يا جماعة انا عن جد مالي حابة انه لونه ازرق. انا كل عمري بحلم بفستان العرس الزهر. ما تاكليهم خلاص. بكرة أنا اليوم اكيد رح اتصل على فرنسا ووصلك على واحد لونه زهر. عن جد؟ واو على فكرة فكرة آه فكرة جدا روعة. يعني انتو فيكن توصولي نفس الموديل بس لون زهر؟ ايه اكيد طبعا 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 بيطلع كتير حلو. ممتاز خلص اوكي ماشي. لك انا يعني بكره بوصل اكيد بكره لانه بكره العرس شريف بكي ما لحقنا. طيب ماشي خلص اوكي اوكي ماشي. بدلت يعني ثيابي يعني عن جد رح تحطه هيك وتبعته على فرنسا؟ ما اكيد شو انت شو عم تحكي. انا ما معي مصاري اخذ تاكسي على البيت. بكره اكيد هذا البخاخ تبع كيتون بنبخه بنعمله لونه زهر بنضحك عليها. هي جدبي اصلا ما بتعرف. ممتاز يلا حتى يلحق نشوف. حالي ماني دريانة بشي يا هذا البخاخ نوعين. إن هلا انت فورا نحن بنطلع من هون انت فورا بتبلشي تبخي فيه. شريف خلص خلص ممتاز بس كل شيء. ايوه اهلين خلصتي؟ ايه بدلت ثيابي فيها نرجع على البيت صح؟ يلا كل امورك تمام؟ ايه ايه تمام. شكرا كثير لك. باي. يعطيك الف عافيه. عفوا ما تنسيها. الله يعافيكم. باي. اكيد باي. يا ربي شو بدي اسوي اليوم؟ عن جد هذا البني ادم لا يطاق لا يطاق. كذاب وحقير. قال شو قال جايب لي ماما ريما. ماما ريما نعم. فقتي انت؟ فقتي؟ اهلين مسوتا. وين رفيقتك مسيتا؟ صباح الخير. صباح النور. مسيتا تحت ماما. مسيتا تحت بيحضر للعرس. بيحضر للعرس. اوكي حلو. طيب طيب ليكي وصل الفستان شي؟ ماما مسيتا ماما مسيتا خليني اقول لك هي شغله قبل ما حدا يعرف قبلي. شو في ماما مسيتا؟ ماما ريما هذا فستان عرس جابوه شركه انا بعرفها. هدول كانوا اجار عنا. نحن كانوا نستاجر من عنده فساتين وبعدين يكبوها بزباله. فساتين اجار؟ يعني ما بعرف فستان اجار. فهم علي انت ماما؟ فهمت عليك. ايه ماما يعني جاية كمان. ماما ما تزعل جاية لونه أسود هيك مكحل مكلح ما بعرف شو بو. ماما أسود فستان عرس أسود. وين الفستان؟ جيبيلي يا لقيسو. حقيسو هون بسرعة. أنا ما كان بده يضايقه. لا تخافي رح ألبس حجرب الفستان. الله لا يوفقه. إذا أسود والله لفرجي. ماما ريما طمنه عن جد أسود. الله لا يوفقه. يا حرام يا هرم طالع خفاش طالع خفاش على غراب. شي بشع بشع كتير بشع. يا عن جد الله يوفقه. ليكي والله بعد اتحمله. انا ما عاد شو هتعملي؟ يا شو هتعمل ماما ريما؟ شو هتعمل طيب بهالمصيبة هلا؟ بتعرفي شو رح اعمل؟ ما رح اروح على العرس. حاهرب من العرس. شو؟ روح ينقتل. ليكي قولي لبابا ما يخاف علي. برافو عليكي. رح روح رح نط من هون. الله لا يوفقه. الى دير بالك على حالك ماما ريما دير بالك. بسرعة 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 بدي اهرب من